بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل بقى كده مع بعض النهاردة طريقة مكرونة كده لذيذة جدا، حلوة جدا جدا جدا، واحلى ما فيها ان انت ممكن تعمليها هي لوحدها، مش محتاجة اي حاجة جنبها خالص ولا اي صنف تاني جنبها، هي كده مكتملة مع بعضها. مش هطول عليكم، يلا بينا كده نشوف عملت ايه. في البداية كده انا جايبة صدر فرخة، هو صغير مش كبير، هبتدي انشفه كويس جدا جدا جدا، طبعا اتنضف كويس جدا بالمية والخل والليمون. بعد كده هنشفه كويس جدا، مش عايزة فيه مية خالص عشان لما احط عليه التوابل والبهارات اللي انا حضرها دي تبقى متشبع بيها وتبقى لازقة فيها. انا عندي كده ملح وفلفل، عندي بابريكا مدخنة، عندي كمان توم باودر، وعندي شوية كده من السماق. ما عندكيش بابريكا مدخنة، ممكن تستخدمي بابريكا عادية بس مدخنة بصراحة بتدي طعم رهيب. هغلب بقى صدر الفرخة بتاعي ده كويس جدا 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 بالخلطة اللي احنا عملناها ديت، مش محتاجين اكتر من كده، هو دول شوية البهارات اللي انا هحطهم عليه. بعد كده بقى جبت الصينية وحطيت فيها ورق زبدة وحط كده معلقة زيت، وبعد كده احط صدر الفرخة واقفل عليه كويس جدا جدا وادخله الفرن سخن عشان يستوي كويس. جبت بقى كمية الفراخ اللي موجودة عندي وهبتدي دلوقتي اقطعها لقطع. كمية الفراخ اللي استخدمتها في الوصفة ديت كانوا حوالي نص كيلو من الصدور او اكتر شوية يعني، بس هي كانت صدور صغيرة. جبت بقى الطاسة حطيت كده فيها قيمة معلقتين من الزبدة، بعد كده هنزل بقى بصدور الفريخ اللي انا قطعتها القطع وهشوحها كده في الزبدة لحد ما لونها يغير ويتحول للون الابيض اللي حضراتكم شايفينه. بعد كده هنزل كده ببصلاية كبيرة متقطعة قطع صغيرة وابتدي اشوحها كده بردك مع الفريخ كويس جدا. هنزل دلوقتي بمعلقة صغيرة من الثوم وابتدي بردك اقلبها واشوحها مع الفريخ والبصل كويس جدا. بعد ما اتاكد بقى ان الفراخ استوت كويس جدا وكمان البصل اخد كده اللون البني الخفيف خالص وبرضك استوى مع الفراخ، هضيف دلوقتي 3 معالق من الدقيق وهقلبهم كويس جدا مع الخليط. انا عايزه الفراخ والبصل وكله يتغلفوا بالدقيق كويس جدا، تقلبتين كده كويسين. هضيف دلوقتي كوبايه من الشوربه وكمان هضيف كوبايه من اللبن واقلب بقى الخليط بتاعي ده كويس جدا. اهم حاجه بقى التقليب كويس عشان الدقيق ما يكلكعش، وانا عايزه كمان الخليط بتاعي لا يبقى تقيل قوي ولا يبقى خفيف قوي. هضيف بقى دلوقتي كوبايه ونص كده من القشطه وابتدي برضك اقلب الخليط بتاعي كويس. بعد ما الاقيهم كده اندمجوا مع بعض هضيف دلوقتي البهارات. انا هحط ملح وفلفل، ثوم بودره، وشويه كده من الجنزبيل، وشويه من السماق، واقلب البهارات بتاعتي في الخليط. وانا بقلب الخليط بقى لقيته كده تقيل شويه، فضفت عليه كمان كوبايه من اللبن، ويا سلام بقى لو كمان كوبايه من القشطه بتدي طعم رهيب. يعني اي سائل متوفر عندك سواء كان بقى اللبن او الشوربه او القشطه ضيفي بحيث ان القوام بتاع الخليط بتاعك يبقى خفيف الى حد ما. كده كده لسه هنضيف كمان المكرونه، فالمكرونه هتشرب السائل دوت فهتخلي الخليط تقيل. وطيت النار بقى عشان كده يبتدي يتقل سنه. حطيت دلوقتي المكرونه بعد ما الميه غليت، انا عندي هنا 300 جرام من المكرونه الشرايط، وهسيبها لحد ما تتسلق تماما. الخليط بتاعي خلاص بكبك اهوت، يعني معناها خلاص تمام. هضيف دلوقتي 200 جرام من الجبنه الموتزاريلا واقلب بقى الجبنه كده معاه، ويا سلام بردك لو ضفنا بقى مجموعه جبنات كده مشكل جبن، الطعم بيروح في حته تانية خالص. يعني الصراحه شويه الاضافات الصغيره دي رهيبه رهيبه رهيبه. هقلب بقى الجبنه كده واسيحها كده مع الخليط كويس جدا، يعني دقيقتين ثلاثه كده بس اقلب الجبنه كويس مع الخليط. خلاص المكرونه خلاص عندي استوت، هبتدي اطلع المكرونه واضيفها على الخليط دلوقتي. طبعا نوع المكرونه هو اللي بيحكمك اذا كنت هتشطفيها تحت الميه ولا لا. لو نوعها كويس طبعا مش هتعمل نشا على الوش زي دي، فتقدري تضيفيها من الميه السخنه على الخليط على طول. لو لقيتيها عامله نشا على الوش او كميه النشا فيها كتير، فالافضل طبعا تشطفيها عشان ما تكلكعش المكرونه في الخليط، وبعد كده هتضيفيها على الخليط على طول. هقلب بقى المكرونه مع الصوص دوت كده دقيقتين ثلاثه كده على النار يتشبعوا وتشربوا مع بعض. طبعا لو انت عايزه بقى الخليط بتاعك يبقى اخف من كده ممكن تزودي زي ما قلنا شويه كده من القشطه، شويه لبن، شويه من شوربه الفراخ على حسب المتوفر عندك. دقيقتين بس كده ثلاثه يندمجوا مع بعض، وبعد كده هنحطها دلوقتي في طبق التقديم. كمان الفراخ اللي احنا حطيناه في الفرن استوت اهي وبقت تمام. عايز اقول لكم يا جماعه طعم الفراخ دي طلع رائع جدا جدا جدا، رهيب فعلا. خلاص الحاجه كلها عندي جاهزه وحطيتها في طبق التقديم، المكرونه وعلى الوش حطيت الفراخ اللي حطيناه في الفرن. عايز اقول لكم بقى الطبق ده كده كله على بعضه رهيب، الطعم خطير.
النوعين، يعني الطعم الفراخ اللي في الفرن المشوية في الفرن مع المكرونة اللي بالصوص الأبيض مع الفراخ، كل كده دوت كده اندماج كده رهيب ما بين الطعوم كلها، رائع جدا. لو وصلتوا بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير وأحلى كلام وأطيب كلام بالسبوف في التعليقات. ولو أول مرة تشوفوا فيديوهاتي فضلا اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وبالهنا والشفا.